نعم، نذهب إلى ما ذكرناه، الدقيرة الميزانية المطروحة غير موفقة، وهو ثاني الأخبار في الشروق نت. قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير القيادي البارز في قوى إعلان الحرية والتغيير، قال إن الميزانية العامة للدولة المطروحة حاليا بمجلس الوزراء للعام 2020 نعتقد أنها غير موفقة لأنها قائمة على جدارية الدعم. وشدد الدقير خلال مخاطبته ليلة أمس الجمعة ندوة نظمتها لجان المقاومة بمدينة الكاملين في ولاية الجزيرة بقوله: بدون استقرار نسبي في الاقتصاد لن يكون هناك حل للمشكلة. وأضاف: إن كان تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي القائمة على رفع الدعم وتحرير سعر الصرف هو الحل، نرى أن هذه الروشتة مجربة وفاشلة. وقال أيضا: السواد الأعظم من السودانيين الآن يعيشون ضنكا في العيش، وهذه كلها إفرازات النظام السابق، لكن لابد للحكومة الحالية أن تتعامل مع هذا الأمر. ودعا الدولة أن تسرع وتضع يدها على كل الشركات، لأن هناك العديد من الشركات موجودة الآن خارج ولاية المال العام. وانتقد الدقيدر التباطؤ في ملف تحقيق العدالة وفي ملفات أخرى، داعيا الحكومة لتفعيل الإجراءات حتى تشعر أسر الشهداء بذلك، لأن هذا الأمر أخلاقي في المقام الأول ووفاء لمن ضحوا بدمائهم. وقال: نريد أن يطال التحقيق كل الجرائم حتى ينال القاتل الجزاء. ما رأيك في تصريحات الدقير؟ هي تصريحات بالتأكيد لا تنفصل عن التصريحات التي صدرت كما قلت لك، نعم، من قيادات قوى الإعلان الحرية والتغيير منذ إعلان الموازنة أو قبل إجازة الموازنة، منذ الإعلان الأول للموازنة قبل 3 أيام. أشار بلغة واضحة أن هذه الموازنة غير موفقة. غير موفقة، وهي موازنة اعتمدت على روشتة البنك الدولي، الروشتة المعروفة القائمة على رفع الدعم عن الدعم السلعي وتحرير سعر الصرف. بالتأكيد الموازنة، أنا كما قلت سابقا أنه كنت أتمنى أن تنفتح الموازنة على قطاعات أخرى، أن تستفيد الموازنة مثلا من قطاعات، من قطاع مهم جدا وقطاع حيوي زي قطاع شباب الثورة، الشباب الذين قامت الثورة على أكتافهم، هذا قطاع مهم. كنت أتمنى أن تنفتح وزارة المالية أو الدولة عامة على هذا القطاع وتستفيد منه في مشاريع، نعم، إنتاجية ومشاريع تدعم الاقتصاد وتدعم وتحرك المياه الراكضة في هذه في هذا الملف، بالإضافة إلى أن تنفتح الموازنة بتوسيع المظلة الضريبية لتشمل كثير من الاقتصاديات الموجودة في الظل، الشركات وحتى الأعمال الخاصة الموجودة الآن في الظل والموجودة خارج المظلة الضريبية، بدل من اللجوء إلى زيادة الضرائب وغيرها وإذقال كاهل المواطنين، لأن زيادة الضرائب ورفع الدعم عن السلعي سينعكس مباشرة في الأسعار وعلى المواطن، كاهل، نعم، المواطن. نعم، هنا يعني ما قاله دقيقة تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي، محورين هو أسماها أنها قائمة على جدارية الدعم، رفع الدعم وتحرير سعر الصرف. أشار إلى أن هذه روشتة مجربة وفاشلة. السؤال لك هنا الآن: هل هي فعلا روشتة مجربة وفاشلة، أم أنها تحتاج لأن تطبق وفق سياسات معينة يجب أن تصحبها بعض السياسات ليتم تطبيق وإنزال هذه الروشتة على أرض الواقع؟ في الجانب المجربة هي بالتأكيد هي مجربة. مجربة ماذا عن فشل هذه؟ وكما قلت جرب، نعم، جرب النظام السابق في عدة مرات وفي النهاية أثبتت فشلها. أنا أعتقد أنه، وأنا ليس رجل اقتصادي، لكن أعتقد بكل بساطة أن هذه الروشتة لا تتوافق مع الاقتصاد السوداني ولا تتوائم مع السودان. نعم، يعني لا نخوض في هذه التجربة مرة أخرى، لا نخوض في لا نجرب المجرب والفاشل كمان، لا نجرب زي ما قلت كان في يعني في افق واسع جدا كان يمكن ان تتحرك فيه، ان تتحرك فيه وزارة المالية وتستفيد منه وفي النهاية تبني قطاعات انتاجية نحن فاقدينها، لانه اصلا مشكلتنا الاساسية، نحن مشكلتنا الاساسية منذ النظام السابق وحتى الان، نحن مشكلتنا في الانتاج، نحن نفتقد لتنظيم الانتاج وتنظيم حتى المشاريع، دعم العمليات، دعم المشاريع الصغيرة وغيرها.
في قطاع الانتاج نحن يعني صفر على الشمال. نعم.